هل سيكون السيد السوداني الضحية القادمة للإطار؟ ما أدري هو الضحية القبلة منه، بس بكل تأكيد إذا يعني فعلا استمرت الخلافات أو تضخمت الخلافات أو الصراعات أو حتى التقاطعات في بعضها. إلى الآن أنا أؤكد أنه الخلافات لا زالت في الطور الابتدائي المعقول، لكن ممكن أن تكون هناك خلافات أكثر عمقا وأكثر شدة خلال الأشهر القادمة. ما أحذر من عنده هو استمرار الاتهامات المبطنة أو الإضعاف المبطن لكلا الطرفين. السيد السوداني قبل فترة قال الوزير الذي لم يستطيع أن يثبت نجاحاته سوف يتخلى عنه، هل فعلا السوداني قادر أن يتخذ مثل هاي القرارات دون أن يرجع إلى الإطار أو ائتلاف إدارة الدولة وهي حصص مالت الولد؟ يقدر بموجب الصلاحيات التي تسميها واسعة؟ يعني وفق متابعتي لطبيعة الاتفاقات اللي تمت لتشكيل الحكومة، أن السيد السوداني في أصل قبوله لبعض الأسماء وبعض الوزارات، هو تحدث مع القوى السياسية اللي رشحتهم في أنه قد يغيرهم إذا ما أثبتوا قدرتهم وجدارتهم خلال الفترة اللي وضعها لهم هو للتقييم. وفعلا حتى نكون منصفين للرجل، قام بعملية إجراء مسوحات لبعض الوزارات وربما كل الوزارات للتقييم، سواء كان على مستوى الإدارات المفصلية داخل الوزارات أو حتى على مستوى أداء الوزراء. وهذا بالحقيقة إذا ما تابع بشكل جاد ممكن أن يقود إلى تعديل وزاري قد تشهد المرحلة المقبلة خلال الأشهر القادمة. لكن تبقى المسألة إنجاز أي تعديل وزاري يريد رئيس وزراء رهن أيضا بتعاون القوى السياسية كما تعلم، لأن عدم تعاون القوى السياسية مع رئيس الوزراء في ما يتعلق بأي تعديل وزاري أو أي تصويب لعمل الوزراء يعتمد بدرجة الأولى على التصويت وعلى إمكانية نجاح التصويت داخل مجلس النواب. إذن هو ليس حر؟ لا، وأنت تعرف الحكومة بغض النظر، يعني لو أنا رئيس وزراء في هذه الدورة وأريد أسوي أي خطوة، إذا شفت أن هذه الخطوة لا يكتب لها النجاح لا أقدم عليها، لأن المسألة ليست مسألة الدخول في معارك وحروب وصراعات مع القوى السياسية، إنما هو جذب القوى السياسية ككل إلى المساحة اللي تريدها الحكومة للنجاح، ومرة من خلال الإقناع، مرة من خلال بسط خارطة التحديات، ومرة أيضا من خلال فوائد عمليات التعديل. ولكن بتقديري أن أي تعديل قادم سوف لن يخرج عن إطار مراعاة التوازنات والحصص اللي فرضت لهذه القوى.